السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم بحفل تخريج الدورة الثالثة من دورات معهد الهاند ان هاند في بلدة بليون لمساعدات التمريض. طبعا هاي الدورة رقم 30، الحمد لله رب العالمين، كان دورة ناجحة جدا، أثنت جميع المشافي اللي تدربوا فيها الطالبات على أداء الطالبات والمستوى العلمي اللي وصلوا له خلال فترة قصيرة، هي 3 شهور تدريب، شهر ونص عملي وشهر ونص نظامي. طبعا احنا هاي الدوره كانت موزعه على 3 مشافي، مشفين بمنطقه المعره ومشفى بمنطقه جبل الزاويه للتدريب. تلقوا تدريب بكل اقسام الطبيه تقريبا، اقسام الجراحيه سواء او اقسام الداخليه او الاطفال. والحمد لله رب العالمين احنا لاحظنا ارتفاع في مستوى الدورات تدريجيا. طبعا احنا خرجنا قبل هاي الدوره دورتين، دوره ذكور ودوره اناث. طبعا الحمد لله رب العالمين الدورات جميعا لاقت نجاح كبير، وحتى خريجين الدورتين السابقات الغالبية العظمى الحمد لله رب العالمين لقوا فرص عمل. طبعا احنا الحمد لله خلال 3 دورات كان عدد خريجين يزيد عن 120 خريج وخريجة كمساعدين تمريض. طبعا احنا الدورات هاي نشكر شكر كبير لمنظمة WHH والBMZ، هدول المنظمتين انه كانوا رعايات لهالمشروع، ونتمنى التعاون معهم مستقبلا بهيك مشاريع ومشاريع طبيه ثانيه باذن الله تعالى. اليوم كان تسليم الشهادات، استلمناه الحمد لله، وبنتشكر كثير الاساتذه يعني كثير كان فرحتي ما بتتمن، بما انه صار عندي شيء ساعد فيه الناس، صار عندي شهاده احسن اشتغل فيها. الاساتذه يعطونا معلومات فادونا كثير فيها، قدر الامكان حاولوا يعطونا شيء نحسن نساعد فيه الناس. الحمد لله رب العالمين، يعني تقريبا هلا صرنا نحسن نشتغل باي مشفى، ما عاد بتصعب علينا اي معلومه، بيرجع الفضل لهم الحمد لله.